تقرا شعر وضحكني وانا ما ايش كيف ما تقدر تضحكني لو نكت نكت شعر اه لا كل مواقف صحيح ذاك اليوم دقيت الباب على ولد صديقي ايه؟ طلع اخوك كبير ظل ابو بوتشي قلت ايه؟ ايش طلع لك بسرقه شوف ما يضحك بدي بود زين هسه هاي انك ضحكتني اه إيه ما طول هيك بحزن ما تضحك اه لا شو عليها هي هاي هاي من ضمن لها شو هو الاضافات على اللي خوش يلا ضحكني لا ذاك اليوم قاعدين يم دكتور عجوز طبت للدكتور وطلعت راشيته بيته قالت لي ماي وين اخذها؟ قلت لها حجي للراعي الاجتماعي شغل الصيدليه اوه انت لسه وراح ضحك ضحك شوف هل يقولون اوكي ضحكني انت ودير البيت باسمك انا ما مدعي بيها لا اسولف نكات ما مدعي بيها شنو مدقدق مدقدق ماكو فابتعد عني متر وين بوكسات مال حديد دي ام الحلقه ارجع على البيت راح انت هاي لو ما ضحكتني زين يلا ضحك لا مو انت مسبق ابو ما مسبق وما ضحكك يلا مو المهم الناس تضحك لا مو احنا زرع انت انا من الناس واحد من الناس يلا ضحك بس ليش تضحك شيء جامد أجاملك طبعاً.